أغرينا قانون عاجل ومهم للرياضة يتعلق بتعديلات تحل مشكلة النصاب في الجمعيات العمومية ورفع عقوبة السجن من القانون إلى القانون العام، وهي ضمن خارطة طريق متفق عليها بين الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المرتبطة بجدول زمني. لذلك كان من المهم أن يقر هذا القانون اليوم، مثل ما مجلس الأمة ساهم بشكل كبير في رفع الإيقاف عن كرة القدم بشكل نهائي ورفع الإيقاف الأولمبي بشكل مشروط مربوط بخارطة الطريق المتفق عليها والموافق عليها من قبل الجهة التي تمثل الحكومة. تم إقرار القانون اليوم بأغلبية ساحقة.